خلف حادث مرور خطير بطريق رابط بين بلدية بوزجار وشاطئ مداغ بولاية عين تيموشنت قتيل يبلغ من العمر 35 سنة و16 جريحا، 9 منهم في حالة خطيرة. وحسب سائق الحافلة ومرافقيه فإن تعطل الفرامل كانت السبب في انقلاب الحافلة، فيما بادر 3 من الركاب في رمي أنفسهم من الحافلة، من بينهم الشخص المتوفي والبالغ من العمر 35 سنة كما ذكرت. هذا وقد تم نقل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات لكل من مستشفى العمرية والمؤسسة الاستشفائية أحمد مدرغي بعاصمة الولاية عين تيموشنت، وذلك بعد تدخل الوحدة البحرية للحماية المدنية لميناء بوزجار. كمال بوعزة عبيد صدقة. وانا رايح الخدمة، خدمه في المدى وفي البور. غالب قدرت هذا المكتوب تاع الله، كتبها الله سبحانه، هذه هي اللي كتبت. شحال يقول لك؟ احنا كنا متلاهين، قاعد يسمع يقيسوا في رواحه وقصد ارواحنا هذيك. هذا صوت هذاك صاحبي مات وانا الحمد لله. يعني حاسين كنا موجودين تسمع الزقا وكش. بعد التالي لقيت روحي مقيس برا. تمشي من اللي قصتو قاصو روحهم؟ لا لا انا قصت روحي، انا كنت حدا شوفها. انا كنت راكب لداخل بصح ما سيتها لا انقلبت ولا كي صغارها ما تسترعي في السبيطار. والله تسترعي في السبيطار. واه كنا غادي نخدموا.